عادة نحن مفهوم الأنبياء ما هو؟ أن مجموعة من البشر يعيشون حالة من الضلال، يبعث الله سبحانه وتعالى فيهم نبي، هذا النبي يأخذ بأيديهم إلى الهداية. ما معنى أن الله يبعث آدم أول مخلوق على وجه الأرض يبعثه نبي؟ لمن بعثه نبي؟ مو بس النبي للبشر، النبي للبشر والحجر والأرض والمدر والسماء والأرض، لا تحفظ الأرض إلا بوجود حجة لله، حتى لو ما موجود خلق، لأن الله ربط بقاء الكوكب بالحجة على الأرض، حيث الحديث الشريف يقول إذا خلت الأرض من حجة لساخت بأهلها. أول إنسان خلقه الله كان حجة في الأرض، لا تحفظ الأرض إلا بوجود حجة لله، حتى لو ما موجود خلق. ولذا بركات صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه اليوم في زماننا، بركاته أنه هو الذي حفظ الكوكب الذي نعيش عليه، فنحن نتنفس ببركاته ووجوده، ونأكل ببركاته ووجوده، لأن الله ربط بقاء الكوكب بالحجة على الأرض. أول إنسان خلقه الله كان حجة في الأرض.